إنيوس جرانادير بلشت لما صاحب الشركة أو صاحب واحدة من أكبر الشركات اللي بتنتج المواد الكيماوية سير جيم ريدكليف زار مصانع لاند روفر وطلب منهم أنه ياخذ تصميمات طراز ديفندر الأصلي جيل الأول من ديفندر ويقوم بإنتاجه لأنه بحب هالنوع من السيارات وبحب يحافظ على هالأيكونة الكبيرة بعالم السيارات. أكيد لاند روفر رفضت هالشي. لاند روفر وقتها كانت عم تسعى لتطوير الجيل الثاني يلي بنعرفه نحن هلأ من لاند روفر ديفندر واللي كان إجا من وجهة نظر لاند روفر لحتى يتناسب مع الأجيال القادمة. اعتبروا لاند روفر أنه ديفندر الماضي لازم يضلوا بالماضي وديفندر الحديث أو ديفندر الجديد هو لازم يتطور ليناسب الأجيال الحديثة. لحد هون كل شيء تمام، بس ولكن سير جيم راتكليف قرر أنه يستمر بهذا الشيء وقرر أنه ينتج السيارة بنفسه اعتمادا على المصادر اللي هو بيعرفها لتكون إنيوس جرانادير هي السيارة اللي بتحمل شخصية وتراث لاند روفر ديفندر بس ولكن باسم مختلف يمكن بعلامة تجارية مختلفة. وهذا الشيء اللي صار. سير ريدكليف هو اللي كان عنده هيدي الرؤية الثاقبة لحتى لي ينتج هيدي السيارة بالشكل اللي هي فيه عليها حاليا اعتمادا على تقنيات يمكن قديمة اعتمادا على الأولد سكول بعالم تصميم مركبات دفع رباعي متعددة الاستخدام. بس ولكن هذا الشيء اللي احنا لاحظناه من خلال هاليومين اللي عم نختبر فيهم السيارة انه هالشيء مزبوط 100%، رؤيته كانت صائبة 100%. واذا بدكم دليل من مكان اخر على اهمية هيدي السيارة هي ساعات رولكس. مثل ما ساعات رولكس بعدها تعتمد تقنيات قديمة بتصميم الساعات، مثل ما ساعات رولكس يمكن نحن ما فينا كتير نعتمد عليها على صعيد معرفة الوقت لأنه في عنا أجهزة المحمول اللي موصولة على الإنترنت واللي بتعطيك دقة أكتر من ساعة رولكس بتعتمد تقنية ميكانيكية بتتوقف عن العمل لما بتشلح الساعة. بس ولكن أنت بتحصل على سيارة رولكس لأنه بدك هذه التجربة، بدك هذا الشعور الحلو اللي بتعطيك إيه امتلاك ساعة من هذا النوع. نفس الشيء مع إنيوس جرانادير. هذه السيارة يمكن على الورق ما يكون عندها نفس المواصفات اللي عندها إياها السيارات الحديثة، عم بحكي على صعيد الرقي بتجربة القيادة اللي بتأمنها. هذه السيارة أكثر ميكانيكية، هذه السيارة قاسية أكثر، بس ولكن هذا اللي أنت بدك إيه، أنت بدك نكهة مميزة، شعور مميز خلال استخدام السيارة، علما أنه على صعيد المواصفات التقنية هذه السيارة تمتع بمواصفات كتير مهمة تسمح لها أنه تخوض بالمناطق الوعرة بشكل ممتاز، واحدة من أفضل السيارات بهذا المجال. بس ولكن على الطريقة القديمة، الطريقة اللي هي بيكون الاعتماد فيها على القدرات الميكانيكية أكثر من الاعتماد على الإلكترونيات، ولهالسبب هذه السيارة جاية مجهزة بأقل قدر من الإلكترونيات اللي إجمالا بتفسد تجربة القيادة الخالصة يلي تتمتع فيها إجمالا السيارات واللي منحبها نحنا بمجال السيارات اللي هي آلة ميكانيكية قبل ما تكون إلكترونيات تتحكم فيها. إنيوس جرانادير بتجي مجهزة بمحرك من BMW، أكيد في شراكة بين إنيوس وBMW بهالمجال. محرك هو من 6 اسطوانات متتالية سعة 3 لتر مع جهاز شاحن هواء توربو ولد لقوة 285 حصان، بتنتقل للعجلات الأربعة من خلال علبة تروس من ZF. وأيضا الهندسة اللي بتعتمدها هذه السيارة هي هندسة إذا بدكم الأولد سكول بعالم مركبات دفع رباعي متعددة الاستخدام، الهندسة الأفضل اللي هي جسم مركب على هيكل اللي بيأمن لهالسيارة قدرات عالية بالمناطق الوعرة وبخلي كل مكوناتها الميكانيكية تكون مرتفعة لا خلوص أفضل ولا تجربة قيادة بالوعر أفضل من يلي بتوفره السيارات يلي مجهزة بهيكل أحادي. هلأ الهيكل الأحادي عم بتم اعتماده أكتر من قبل السيارات الحديثة أو السيارات العصرية، مركبات دفع رباعي الحصرية الهدف منه هو أنه يأمن هالرقيب الانقيادية يلي بتوفرها على الطريق. بس ولكن أول شيء الرقيب الانقيادية مش هو الشيء اللي بدها إياه إنيوس جرانادير، بدها تأمن لك تجربة قيادة اللي حكينا عنها، تجربة قيادة اللي بتحسها ميكانيكية أكتر، تجربة قيادة اللي بتوحب بالقوة وبتخليك تعطيك ساء أكتر بقدرة السيارة. بس ولكن بالمقابل رغم اعتمادها الهندسة هيدا اللي اعتمادتها إنيوس مع جرانادير، سيارة على الطرقات المعبدة كمان عندها شيء من الرقيب الانقيادية، انقيادية منها مزعجة أكتر، نظام التعليق عم يقدر يمتص تعرجات الطريق أكيد بالمناطق الوعرة، هيدا مصمم لحتى يعمل هالشي ويعمل هالشي بقدرة كتير عالية. بس كمان على طريق ما فيها الإزعاج خلال القيادة، في الشعور الحلو اللي انت بدك هي شعور القوة والشعور الميكانيكي يلي كمان ممزوج مع الراحة، يعني مزيج من الراحة مع الشعور الميكانيكي يلي عم نحكي عنه كتير بهذه السيارة بس لكن هو الأساس فيها. وهذا الشيء اللي برأيي أنا بخليك أنت تستمتع بتجربة قيادة هذه السيارة حتى لو ماشي فيها على طرقات معبدة وعلى سرعات منخفضة، في عندك هذا الشعور بالقوة، شعور بمتانة مقاومات الهيكل. هلا على صعيد تصميم الخارج هذه السيارة كتير تتشابه مع ديفندر الجيل الأول وهذه ميزة كتير حلوة، ولكن في بعض التفاصيل
العصرية الحلوة بهذه السيارة، رغم انه هي من الخارج للوهلة الاولى بتبين سيارة كلاسيكية، بس ولكن فيها بعض التفاصيل العصرية والتفاصيل الحلوة. ذكرنا من شوي انه هذه السيارة بتعتمد على محركات BMW، بس ولكن هذه السيارة كمان فيها شراكة بين انيوس وماجناستاير بالنمسا. هذه السيارة هي عندها هندسة المانية مملوكة من شركة انجليزية، انيوس جرانادير هي شركة انجليزية بس ولكن انتاجها بصير بفرنسا. السيارة اللي بتتوفر باسواقنا بسعر تقريبا بدور بفلك 300,000 ريال سعودي. وبختام تجربة قيادتنا لهذه السيارة وباختصار، مثل ما الاجيال الماضي هي اللي بنت اسطورة ديفندر، انا برأيي انه اجيال المستقبل كمان حتقدر تجربة قيادة الحلوة والمسيرة، مسيرة بشكل خاص اكيد بمملكتها الخاصة يلي بتأمنها هذه السيارة، واجيال الحاضر او المستقبل كمان حتعطي لهذه السيارة نفس الاهمية يلي كان بتمتع فيها لاند روفر ديفندر السابق. اجيال المستقبل مش دايما هي الاجيال اللي بتتحكم فيها الالكترونيات او اللي بتعتبر الالكترونيات هي اهم شيء، كمان الاجيال المستقبل لما تتزوق اذا بدكم تجربه القياده الميكانيكيه حتستمتع فيها وحتقدرها، مثل ما كمان اجيال الماضي او مثل ما الاجيال نحن بننتمي لها بتقدر هذا الشيء.